ده ان شاء الله بقى ده اخر مرحله في الكورس، وهنبتدي بحاجه هتبان صعبه جدا انها ما هياش صعبه جدا، اللي هي الكوانتيتيف مودلز. يعني امبارح ختمنا وحسيت ان الناس كانت كلها مستريحه ومبسوطه من العمليه بتاعت الكونسبتوال مودلز. ما كانش في اسئله من الكونسبتوال مودلز، اما لان الناس مش فاهمها، بس اظن انها كانت فاهمها. انما الناس ماشيه مع الكونسبتوال مودلز. السؤال طب ازاي احول الكونسبتوال مودلز الى كوانتيتيف؟ لان انا لما اقول ان ده بيأثر على ده وده بيأثر على ده، طب ده حلو قوي، بيأثر قد ايه؟ وايه اللي لازم اعمله؟ والدوزج بتاعه قد ايه؟ طيب يبقى احنا هنضطر نعمل بقى ايه؟ ريسيرش ديزاينز، ونعمل سيرفيز، ونعمل حاجات زي كده، ونركب ابعاد كميه كوانتيتيف دايمنشنز على الكونسبتس دي، ونملى حته حته من الجرافس، ونوصل في الاخر الى كوانتيتيف مودلز. والكوانتيتيف مودلز دي الواحد يستعملها عشان يستأنس بيها في توقعاته، ان انا لو عملت كده هيحصل كده، لو عملت كده هيحصل كده. اكتر فرع طبعا متطور في الحته دي في السوشيال ساينسز هو الايكونومكس. اظن كلكم عارفين ان في نماذج اقتصاديه كتير قوي وبيدرسوا مشاكل كتيره جدا، بيحاولوا بحيث يقول لك والله لو تزود الاستثمار بكذا هيحصل كذا، لو التضخم زاد كذا او العجز في الميزانيه زاد بكذا يبقى التضخم هيزيد بكذا. هذه الابعاد كلها بتتحسب عن طريق كوانتيتيف مودلز. المودلز بتتفاوت في قوتها وقدرتها، والمودلز في منها فيري ريلايبل، وفي منها بيبقى له يعني سبب بسيط او بينظر لجزئيه صغيره خالص من الكونسبتوال ستراكشر، وفي جزء بيحاول انه يبقى مور كومبلكس مور كومبليت عن كل حاجه. فالنهارده المحاضره الاولى دي احنا هنمشي على فكره الكونسبتوال مودلز. لو انا بحد يقول لهم بطلوا خبط عشان نعرف نشتغل، ممكن حد يتولى. الله يخليك، شكرا. حد بس يقول لهم ان بلاش خبط بقى النهارده، بلاش خبط خالص، يعملوه بقى من بكره وطالع. في المناقشه دي مش عايز حد يتهت من منظر الايكويشنز. تقدروا تتجاهلوا الايكويشنز. الايكويشنز ار نوت ذات امبورتنت. وبعدين تذكروا دائما 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 you can always look up the equation بعد كده في كتاب. فولا حد يقعد يضيع وقته نكتب the equations down ولا حاجه. you can always find them بعد كده، ترجع لهم تاني. مش صعب. الصعب ان الواحد يفهم امتى يستعمل equation وامتى ما يستعملهاش، وليه، وابعادها ايه، وضعفها ايه، وقوتها ايه. فما حدش يشيل هم الايكويشنز اللي هتبان. المهندسين اللي في القاعة هيقدروا يتابعوا بعض الايكويشنز دي. انما الاساس اللي عايز اطلع منه من هذه المحاضرة اللي هنتكلم فيها النهاردة دي، بتاعت الاولانية دي اللي هنتكلم فيها، هي التفاعل ما بين ازاي بعمل كوانتيفيكيشن من ناحية وازاي بفكر. تفكير. This is a course about thinking. فهنبتدي كده. واحنا طبعا ده الكورس بتاعنا، واحنا وصلنا دلوقتي لنمره 8 اللي هي الكوانتيتيف مودلز. الكوانتيتيف مودلز انا هبتدي with a general reminder ان المودلز في conceptual مودلز، ودول اللي شفناهم امبارح. اخر جلسه امبارح كانت على الكونسبتشوال مودلز. دكتوره مها كانت مبسوطه منهم امبارح. الكونسبتشوال ده كلهم كانوا، مش بس انت يعني. صحيح يا دكتوره شيماء برضه كده كنتوا مبسوطين من الكونسبتشوال. انتوا النهارده بقى شويه كوانتيتيف، معلش خلينا. في ستاتيك وديناميك وكونتينيوس وديسكريت تشينج مودلز وبتاع وكاليبريشن وفوركاستنج، الحاجات دي كلها. بس انا هتكلم على حاجتين غريبتين شويه، اللي هي الايرور تيرمز، لانه
لما الواحد بيستعمل الحاجات دي كتير زي ما انا بستعملها او استعملتها كتير، ببقى عارف كويس قوي ان فيها ايرور تيرمز، والايرور تيرمز دي ممكن تزيد جدا، وللاسف ما بتبقاش واضحه زي السيرفي. يعني احنا في السيرفي سامبلنج بنقول زي ما قلت لكم امبارح 52% بلس اور ماينس 3% ات 95% كونفيدنس ليفل. دي عظمه الاستاتستكس بقى. تعالى في الايكونومتريكس يقول لك ان احنا وي بروجكت ان الجروث ريت بتاع الجي دي بي السنه الجايه هيبقى 1.8 بلس اور ماينس وات؟ مفيش بلس اور ماينس. اقرا كده في الكلام، ما بحدش بيحط لك بلس اور ماينس ولا يقول لك الايرور تيرم ولا بتاع. الناس بتوع الستاتستكس اندعكوا اوفر ذا ييرز، اتعلموا ان لازم تتقدم كده اهو ذا واي ات شود بي ويذ ايرور تيرم. فالمودلز بيقدموا كده كانه ده كونكلوجن، لك الاي ام اف هاز بريدكتد ان نيكست ييرز جروث ريت فور ذا وورلد ايكونومي ويل بي 2.8%. سو ومين قال 2.8%؟ فيها مارجن اوف ايرور قد ايه، وفيها انسرتينتي قد ايه، وفيها كونفيدنس ليفل ايه؟ ما حدش بيقول الكلام ده. فالواحد ما يتهتش من البتاع. طبعا هم يطلعوا لنا بقى، تروح شوف الموديل بتاع الاي ام اف، اي نو الموديل بتاع الاي ام اف والموديل بتاع البنك وبتاع، تلاقيه بقى مكلكع بقى مليان ايكويشنز وبتاع وحاجات زي كده. الناس تروح قافله البتاع خلاص، اي تيك ات ان هو جيفن. ما هواش جيفن، وفي اخطاء كثيره جدا، وفي ابروكسيميشنز كثيره جدا، والناس اللي فاهمه الصنعه تقدر تطلع الحاجات دي كلها وتقول لهم هنا وهنا 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 ان يو ديدنت تيك ذس انتو اكونت وبتاع مش عارف. فهنشوف الحكايه دي النهارده، ولذلك انا يعني عامل سبيشال كده سيكشن سؤال على الايرور تيرمز، وهديكم كونسبتشوال دايجرامز على الايرور تيرمز برضو عشان تقدروا تبقوا مستريحين فيها. انما في حاجه بقى ظاهره جديده بدات مع صديقي براين ارثر، وبراين ارثر كان دين بتاع السكول اوف بزنس في ستانفورد، وبعدين راح سانتا في مع ماري جيلمان وجيفري ويست وجماعه تانيين، وعملوا حكايه ايجنت بيست موديلنج. وده مودلز بيحاولوا يعملوا فيها محاكاه للواقع وينقلوه الى الكمبيوتر ويعملوا له كده ايفولوشن. هتكلم عنهم برضو شويه، دول ظراف. وفي السوشيال ساينسز لسه ما استعملناهمش كفايه الحاجات دي، ففي بوسيبيليتيز الواحد يقدر يعمل فيهم حاجه. anyway الديسكريبتيف مودلز اللي شفناه امبارح ده، these are descriptive models. Descriptive models help in basic understanding, identification of possible causalities, likely intervention points. Possible, likely, مش full understanding, basic understanding. نبتدي بيه. فده هو البداية، الواحد يبقى عنده كده conceptual model ويبتدي منه ويشوف هنعمل ايه. المهم ان الواحد يعرف ان هو التفكير في المضمون بتاع الحاجه، سواء في العلم الناتشرال ساينسز او في الهندسه، باخد من التفكير ده وانقل على الساينس على الماثيماتكس، من الساينس على الماثيماتكس، وبعدين اطبق شويه الماثيماتكس واخد ده تاني على الساينس واعمل انتربريتيشن، هلاقي اخطاء. خلاص مش اوتوماتيك طلع كده، لا ما طلعش كده، وي ريكواير انتربريتيشن. انتربريتيشن دي هقول اوبس الموديل مش، ما ارجع تاني على الموديل فوق، اغير افكر تاني، ومن التفكير ده اغير الماثيماتكس بتاعتي وارجع تاني للساينس وارجع تاني. That's the way it works. فلما حد يشوف كده الموديل خالص بالمعادلات بتاعته بالنتائج وبالتيبلز وبالمش عارف ايه، اولا ما يتهتش منه لانه وراه التفكير ووراه الانتربريتيشن، وجايز جدا ان الانتربريتيشن تقول ده ناقص ولازم نرجع له تاني. ف اتكلمنا عن المودلز اوف سوشيال تشينج اند داينامكس، انما عشان اقدر اعمل بريدكشن محتاج لكوانتيفيكيشن. يعني المودلز شفناها امبارح دي ما تقدرش تديني بريدكشن. قصه جوحه اللي قاعد على الفرع وبينشر الكوانتيتيف موديل، هيقول لي الفرع هيكسب بعد قد ايه، اور ات ليست ان اكسبكتيشن،
ان جوحة لو استمر بالشكل ده لسه قدامه ساعه ساعتين 10 ساعات لغايه ما الفرع ده هيتكسر. فده بارت اوف ذا اكسبكتيشن. عشان اقدر اوصل لهذا لازم يبقى عندي كوانتيفيكيشن. ولذلك ارجع تاني اقول للناس كلها ان كوانتيفيكيشن كوانتيتيف اناليسيس كومبلمنتس كواليتيف اناليسيس، اتس نوت ايذر اور، كومبلمنتس ات. والهارد ثينكينج از ذا اسنس، اتس اسينشال بيفور during and after you build your quantitative model. Before, during and after. ايه يا عمر؟ لازم تفكر يعني، ما ينفعش ان انت تاخد حاجه يعني، ما تاخدش معادله وجدتها في كتاب وتطبقها وتقول انها خلاص. وانا هديكم مثل دلوقتي من الهارد ساينسز. بدل ما اخش في السوشيال ساينس هديك مثلا من الهارد ساينسز. سمبل فيزيكس موديل. والناس اللي مالهاش في الايكويجن ما يهمهاش، انما الناس اللي بتفهم الايكويجن هتقدر تتابع الكلام ده بالظبط. هنشوف بقى الانتر اكشن اوف ساينس. ده هنا بنتكلم في ناتشرال ساينس اللي هو فيزيكس وذ ماث. فايت كان بي ديسكرايبد ان ماثيماتيكال ريليشنز، طبعا من ايام نيوتن واحنا شايفين ان العالم كله، كل الفيزيكال ساينسز تحولت الى ماثيماتكس. والماثيماتيكال ارجيومنتس بينج بيزد اون لوجيك ار ترو ويذر ا فيزيكال رياليتي از ريبريزنتد اور نوت. يعني الماثيماتكس ممكن تبقى سليمه كماثيماتكس ولكنها لا تنطبق على الظاهره اللي بحاول اتعامل معها. وده هو المحك الاساسي في الكوانتيفيكيشن. يعني ما تهتش من الكوانتيفيكيشن ومنظرها وبتاع وانها بريسايس وبتاع، لا، ات مي بي اتس بريسايس ويذين اتس اون بارامترز. اللوجيك بتاع الماثيماتكس، الديريفيشنز مظبوطه، حل الايكويشن محلول مظبوط، بس ات داز نوت ادكوتلي ريبريزنت وات ام تراينج تو ريبريزنت. ده الثينكينج، ده الهارد ثينكينج. بيفور يو رايت ذا ايكويشن، ديورينج الشغل، وبعديها. ناخد مثال هنعملها ازاي بقى. البارت بتاع فيزيكس، في بارت فيزيكس وفي بارت ماثيماتكس. عايزين نعمل ماثيماتيكال اكسبريشن لفيزيكال رياليتي. هنعمل الاكسبريشن الاولانيه دي هنفكر فيها، وبعدين وير جوينج تو ورك ات اوت، وبعدين الريزلتنج ماثيماتكس دي الريزلت بتاعها نرجع نعمل له انتربريتيشن في الفيزيكال وورلد، ونقول هو ده بيقول اللي احنا عايزين نقوله ولا لا. If it's wrong, maybe it's wrong. هديكم مثال on how to work it out. ده الجراف اللي عايزكم تفتكروه وهيزيد عليه سهم بعدين. العلم هنا اهو والماثيماتكس هنا. You go from one to the other and back and forth. You start في العلم to formulate. You formulate. وبعدين هتعمل تخش في الماثيماتكس to calculate. هيطلع ريزلتس من الكالكوليشن دي. الريزلتس دي لازم ترجع تاني في الساينس بارت تو انتربريت الريزلتس دي معناها ايه. اذا لقيت الريزلتس دي مش مظبوطه لازم هنرجع تاني ونقفل اللوب دي تاني ونرجع تاني تو فورميليت اند ري فورميليت لغايه ما اوصل لحاجه ذات از كلوز تو وات اي وانت. طبعا في السوشيال ساينسز وي ار نيفر از بريسايس as we can be في الناتشرال ساينسز. انما اللي هوريكم الاكزامبل، وده احد الاسباب ان انا اخترت الناتشرال ساينسز، لان هوريكم اكزامبل ان حتى في الناتشرال ساينسز you will find ان هتلاقي جابس كتير هتظهر although it appears انها ماشيه مظبوط الاول. هنبتدي والاكزامبل is a vibration of a mass على spring على سوستم. في وزن متعلق على سوستة وهشد السوستة دي فهيقعد كده، سوستة تعمل كده. دي بقى يعني بيور فيزيكس، ما فيهاش سوشيال وكواليتيتيف، دي بيور فيزيكس. طيب هبتدي بقى احاول اكتب الكلام ده الى اني احوله ماثيماتكس. According to Newton's second law هنقدر نحسب الفورس والانفرس relationship. فدي البيزك ابلكيشن بتاع السكند لو. وي كان ديسكرايب اكسلريشن از ذا ريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي. المهم ان انا هقدر اوصل للديستريبيوشن سكند ديريفيتيف بتاعتها، ذيس از وات اي وانت.
واكوردنج تو هوكس لو اللي كان بيكره نيوتن ونيوتن بيكرهه كانوا اعداء جدا. هنحط الايكوليبريم بوزيشن اوف ذا سبرينج تساوي زيرو والفورس كان بريتن ان ذيس واي وير كي از ا كونستانت اوف بروبورشناليتي اور ذا ستيفنس اوف ذا سبرينج، يعني حسب هي سوسته ناعمه قوي ولا سوسته جامده قوي، الفاكتور بتاع السوسته دي بحطه في الكي. لانه بحطها نيجاتيف لانها از دايركتد اجينست ذا فورس، لما بشد السوسته السوسته الجامده قوي بتعافر معايا والسوسته الناعمه بتيجي معايا بسهوله. اوكي. وبعدين ذا داونورد فورس اكزيرتد باي ذا ماس اللي هي الوزن اللي انا حاطه ده ماست ايكوال ذا ابورد فورس اكزيرتد باي ذا سبرينج، از ذا سبرينج اكستندز الفورس انكريسز. طبعا السوسته لما بشدها السبرينج باور اللي فيها بتزيد، ولما اسيبها هي اللي هتشد الوزن فوق وبعدين الوزن هيرجعها تاني وهتقف. طيب دي putting the two pieces together هطلع الايكويشن، والايكويشن now expresses the essential physics of the problem in mathematical terms. طبق الايكويشن دي بقى. constitutes the first part of the process، عملنا formulation. اخذنا القواعد اللي موجوده وطبقناها على البروبلم اللي قدامنا من نيوتنز لوز وهوكس لوز والبتاع ده، وشفنا الساينس بتاعتها وشفنا الفورسز طلعناها، و we want to see بقى we move to calculating the result. Here is the solution of the equation وهيطلع لي ال A sin WT where A is a constant called the amplitude بتاع ال vibration اللي هتحصل في السبرينج. Looks شغل بقى يعني ماس وفيزيكس وحاجة عالة قوي. Now سيب الماس تعالى على الساينس تاني. Let's interpret this equation. WT must have the units of an angle, increases with time, a sine function, اللي مش عارف ايه على ده، كلام جميل قوي. فهنقول دلوقتي ان الاوسيليشن اللي هتحصل انه هيفوت 1 complete cycle plus A to minus A وبتاع، وحاجة جميلة قوي اقدر احسبه. And مفيش engineers هنا معانا؟ physicists معانا؟ اوبس، الموديل ده بيقول ان السبرينج will go on forever. وانا بعمل انتربريتيشن، انا بصيت هنا بقى كل الكلام ده حلو قوي كده، بلس ايه وماينس ايه وبتاع، طب ده حلو قوي الكلام ده كله والايكويشنز محلوله مظبوط وكل حاجه، في there is a flaw in the formulation. الflaw in the formulation انه this would، لو الموديل ده سليم كان هيقول لي ان السبرينج ده هيقعد bounce up and down forever. طب احنا we know انها it doesn't bounce up and down forever. في حاجه ناقصه. فما اقدرش اعتمد على الماثيماتكس وشكلها والايكويشنز بتاعتها واتهت منها وبتاع واقول خلاص هي كده وحسبتها وده الايكويشن بتاع، لا. I have to interpret the results. You interpret the results, you find ان في حاجه غلط. لان احنا we know ان انا لو شديت الوزن على السبرينج هتطلع وتنزل وهتقف. الحته دي ناقصه. فانا دلوقتي الايكويشن دي بتقول ان the motion will continue indefinitely. It is clearly an error. كويس؟ How come؟ The error is not in the mathematical solution. The math is correct. واللي عايز يقعد يحسب الايكويشنز ويطلع الديريفيشنز اللي انا عملتها دي ممكن يعملها on his own يعني. انما the error is in the formulation of the problem اللي حولناه لماثيماتكس. فلازم there was a hidden assumption. الاسامبشن ان the force exerted by the spring is the only significant force acting. It is not. فلازم ارجع تاني، وده الدياجرام اللي عايزكم بقى تفتكروه. زودت السهم الاحمر ده. السهم الاحمر ده هو الاساس، هو الاساس، عشان كده it's a thinking course. عرفت بقى يا عمر؟ you think while you formulate، you think while you calculate، and you think while you interpret.
وفروم ذا انتربريتيشن ترجع تاني تو ثينك اند فورمولييت. وذيس از ده اهم حاجه تاخدوها من المحاضره بتاعت النهارده. المحاضره احنا فيها دي دلوقتي هي الدياجرام ده، ان انا هنا بدل فيزيكس هنحط سوشيال ساينسز. فلما بتكلم على كوانتيتيف مودلز في السوشيال ساينسز، هو الفرق الوحيد ان بدل كلمه فيزيكس هكتب سوشيال ساينسز. يو ثينك وين يو فورمولييت، يو ثينك وين يو كالكوليت، يو ثينك وين يو انتربريت، وتطلع من الانتربريتيشن باك تو فورمولييشن اجين. فعشان نحل نخلص الحل اللي بداناه، وي ريفورمولايت او ريكوجنايز ان في هيدن اسامبشن، لازم نحط ريزيستيف فورس في الايكويشن، والفورم اوف ذا ريزيستيف فورس ريكوايرز انذر اسامبشن. اني واي التكست بوكس بيتكلموا عنها بروبورشن تو ذا فيلوسيتي، بس ذاتس نوت اول. فلو في خطا ثاني هنعمل لوب ثاني عشان نظبطه، واد ريزيستيف فورس ونطلع ايكويشن بالشكل ده والريزلت هيطلع كده. وناو ات كونتينز ا تيرم ذات از كوريكت. سو ذا انتراكشن اوف ساينس اند ماث، وساينس هنا انا شلت ناتشرال وسوشيال، ات ابلايز تو اول يعني. ات ريكوايرز ساينتفك اندرستاندينج، لازم اكون عندي فهم للفينومينا اللي انا بحاول اتعامل معاها. In order to formulate a proposal for a model لازم يبقى عندي قدر من الفهم. وهنا نبتدي من الconceptual models. Conceptual models دي زي ما قلت لكم السكويرز والاروز والبتاع دي it helps us to think through. That's where the thinking comes from. Understanding comes from. وبعدين the science always dominates. The math is only a tool. Science always dominates. ده حاجة بنستعملها حتى الوحيدة اللي ما بتبقاش الماث التول if you are working in mathematics. That's another field. احنا بنتكلم هنا في social science. Social sciences, natural sciences, doesn't matter. The science dominates, the mathematics are the tools. زي ما كنا بنعمل في السيرفيز وفي الكوريليشن وفي الكوزاليتي، always look for hidden assumptions and possible errors of omission or commission in the original formulation. Formulation بتاعت البروبلم دي ممكن يبقى فيها خطأ. ولذلك عايز يعني ما هو اصله ما هيبنى عليه بعد كده مهما كان شكله وجيه، هيبقى الخطأ ده will run through it على طول لغاية الconclusion في الآخر. فلذلك عايز التفكير الأول جامد في الformulation. والساينتفك انتربريتيشن من اللي هيطلع من الماث از امبورتنت. فاساسا يعني هيطلع لي حاجه من الماث. اديني شفت الاكزامبل اللي وريت لكم ده، شكل الايكويشن وجيه وكل حاجه، ويطلع في الاخر انه السبرينج از جوينج تو فايبريت فور ايفر. ما هو يعني الكونكلوجن دي از ان انتربريتيشن، اتس انتربريتيشن بتاع واحد فاهم ساينس، يبص للايكويشن دي يقول نتيجه الايكويشن دي معناتها and the spring that is going to vibrate forever, which is wrong. يبقى انت عايز the scientific interpretation of the math is very important. وهنا بقى برجع تاني واقدر اعمل complementary مبني models to predict. اقدر اعمل experimental realities to check the validities of the interpretation. عندي دراسات معينة بتقول يعني مثلا وريتكم انا قبل كده الاكزامبل بتاع التعليم والايكونوميك جروث، وانه assumption انه الاديشنال ييرز اوف education should lead to additional economic growth. We found from experimental reality انه لا، لو الييرز اوف education are not controlled for quality of education الامباكت از اولموست نيل. فاكرين انتوا الجراف ده وكان اولموست هوريزونتال، انما لو ازود الكواليتي اوف اديوكيشن انا ببتدي الاقي بوزيتيف ريليشن شيب. يبقى اذا ما ينفعش نعمل فورميليشن في ساينس بوليسي في اديوكيشن سوشيال ساينس بوليسي جاست انكريس ذا ييرز اوف اديوكيشن. لو الييرز اوف اديوكيشن بتزيد مع انحدار في المستوى مش هيحصل ديزايربل امباكت.
هنا ازاي بقى الموديل الاولاني formulated seemed plausible، انما طلع انه في حاجه ناقصه، زي ما هنا وجدنا ان الريزيستيف فورس بتاع السبرينج كانت لازم تضاف عشان اقدر اخلي السوسته تقف، هناك وجدت ان انا لو ما حطيتش الكواليتي اوف اديوكيشن في الايكويشنز بتاعتي هيبقى الموديل اللي انا هعمله على الامباكت اوف اديوكيشن اند ايكونوميك جروث هيبقى فيه ايرور كمان. فده تقدر تشوف ازاي انقل من الناتشرال ساينسز للسوشيال ساينسز. The logic is the same. It's the science that counts, not the math. Math is a tool. It's just a tool. زي ال probabilities والstatistics والحاجات دي كلها والcorrelation factors والمش عارف ايه، كل الحاجات دي are tools. It's how you use them that counts. شور بس ممكن يطلع لا مش في حاجات جاهزه وفي حاجات مش جاهزه. يعني في دراسات، ما هو العلم بيتقدم دائما باضافه دراسات وتراكم الدراسات. وزي ما قلت ان العلم لا ياخذ بحديث الاحاد، يعني لازم ما ينفعش ان حد عمل وان اكسبيرمنت سموير بتتكرر الاكسبيرمنت هنا وهنا بيفور يو ديرايف ا كونسنسس. يقول لك في ساينتفك كونسنسس على النقطه دي، في ساينتفك كونسنسس على النقطه دي. نعم؟ كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها امبارح دي اكسبيرمنتال رياليتيز. انا لسه مديك اكزامبل اهو. يعني دلوقتي افرض ان انا لو اكرر نفس الرسمه اللي عملتها لك دي على من غير بلاش سبرينج، يعني بدل ناتشرال ساينس هنتكلم سوشيال ساينس، هنتكلم على ريليشن شيب ما بين اديوكيشن وايكونوميك جروث، وهنقول ان الموديل فورميليشن هنقولها مور اديوكيشن از ايكوال leads to more economic growth. وهعمل formulation that says so. وبعدين حاجة أبص على الريزلتس هتقول إن كل ما هزود عدد سنوات الناس تقعدها في المدرسة كل ما العملية والإيكونوميك جروث هيبقى أكبر. وبعدين حاجة عشان أعمل interpretation هلاقي إن في دراسات بتقول لأ إنها in fact it is flat. زي ما لقيت إن الريزيستيف فورس ناقصة لازم ألاقي الريزيستيف فورس ناقصة أرجع تاني. أو حتى لو انا ما عنديش دي هقول انا عندي اكسبكتيشن انها كده واقدر اعمل اكسبيرمنت او اقدر اروح على الداتا والاقي الله لا ده الحكايه مش ماشيه كده. اذا مش ماشيه كده في حاجه ناقصه. في الموديل ده قلت لكم ده الريزيستيف فورس كانت ناقصه فاضطريت ارجع تاني ريفورموليتد ودخلتها في الايكويشنز. فدلوقتي هرجع تاني وهقول الكواليتي اوف اديوكيشن لازم تخش في الموديل بتاعي، والا الموديل بتاعي اللي هيربط بحاول اربط ما بين investment in education مع economic growth. عايز اقول للناس ان الحكومة لما تستثمر في التعليم ده استثمار كويس للتنمية. طيب how much؟ عشان how much بقى بتخش في الكوانتيتيف. فعشان اظبط الموديل بتاعي طبعا في كاليبريشن هضطر اعملها على البلد نفسها، بس سيبك من النقطة، انا بتكلم على الجنرال فورميليشن اوف ذا موديل. وجدنا من الاكسبيرمنتس اللي وريتها لكم وريبورتد اون ان quantity of education alone is not enough. Quality of education is even more important than quantity. هرجع اعمل formulation تاني وماشي تاني واظبط وهكذا. اوكي؟ نتكلم بقى عن examples of quantitative models. A model generally من غير ما نديلوش حاجه ميستيك كده ولا حاجه، it's to specify mathematically the relationship between a dependent and one or more independent variables. يعني عايز اقول ان انا عايز ازود ال dependent variable بتاعي، عايز ازود مثلا ال economic growth في المجتمع. طيب في حاجات that contribute الحكايه دي، ايه هي بقى ال independent؟ هزود overall investment، هزود تركيز على التعليم، هزود تركيز على الصحه، هزود حاجات في البيئه يعني وهكذا. طب ايه الكونتريبيوشن بتاعت كل واحده من دول؟ عشان اقدر اعرف الكونتريبيوشنز دي بقى عندنا بنستعمل مالتيبل ريجريشن اناليسيز، بنستعمل حاجات كتيره جدا عشان نقدر نعرف الكونتريبيوشن اوف ديفرنت فاكتورز توردز برينجينج اباوت الديزايرد ريزلت. ف الموديل از ذن يوز تو بريدكت، لو عملنا كده هيطلع كده.
simplest model بيربط ما بين اثنين، اللي هو linear regression اللي احنا شفناه ده، اللي هو في خط كده النقط بتبقى متوزعه كده وفي خط ما بينهم بنحطه بالليست سكويرز والحكايه دي. ده simplest model بيربط ما بين حاجتين. المشكله بتاعتها ان احنا عارفين جميعا في السوشيال ساينسز انها اتس نوت ترو، اتس ان اوفر سمبليفيكيشن. مفيش حد بيقدر يقول ان everything is dependent on one thing. احنا we all know انه this is not true. في حاجات complicated factors كتيره جدا في human relations، في social relations، في human motivation. بالتالي التصور ان انا اقدر to reduce it لو زودت، وده من ضمن اعتراضاتي على زملائي لما كنا في البنك، ده يقولوا انتوا يعني reduction due بتاعكم is excessive. انت بتقول ان انا لو زودت الانفستمنت الايكونومي ويل جرو، واز ذا ايكونومي جروز البوفرتي ويل بي ريديوسد وبتاع. لا، البوفرتي ممكن انها تزيد في الديبث اوف بوفرتي، مش في الاوفر اول هيد كاونت اندكس. والعلاقات ما بين الاندسيز دي ار كومبليكيتد. فدي كانت المناقشات اللي كنت باخدها بالسنين اللي قعدتها دي، لانه اتس تو سمبلستيك ان الواحد يوصل لو تعمل دي هيحصل كده. لا، العالم مش كده، لازم اعمل دي وحاجات تانية وحاجات تانية كتير وحاجات حواليها. لما احنا اكتشفنا مثلا في الهيلث، مش كده دكتور خالد، في الهيلث انه من اهم الحاجات في الهيلث، محمد مهنا تهمه الحكايه دي، اهم حاجات في الهيلث اللي هو الانجينيرنج، الووتر كواليتي والصرف الصحي والمش عارف ايه، ده بيبقى له امباكت اكتر قوي من المستشفيات على تحسين البابليك هيلث واللايف اكسبكتنسي في الدول. الامباكت بتاعه ضخم جدا، وده كان الثوره اللي حصلت في القرن التاسع عشر في تحسين اللايف اكسبكتنسي وريدكشن بين في المورتاليتي، كان جزء كبير جدا منه لما بنوا السورز اوف باريس والسورز اوف لندن، وبداوا ينظفوا المدن وشالوا الروس من الشوارع واللي كانت بتلعب فيه العيال وكل الحاجات دي. اذا ما دخلناش بقى في العلاج الطبي والمستشفيات والادويه ولا اي حاجه من دي خالص. ففي غير ان انا ادور على حاجات في اللي احنا لما بنقول صرف الاستثمار اللي بنعمله في الصحه طبقا لوزاره الصحه من مستوصفات وبتاع، ده كويس. لما في استثمارات تانية كتير جدا في المجتمع، اذا العيال ما زالت بتلعب في الشوارع مليانه روث علشان ما فيش صرف صحي، والله روح اعمل في المستشفيات زي ما انت عايز، الامراض هتنتشر والانفنت مورتاليتي هتزيد. فاحنا وي نو النهارده بالذات في السوشيال ساينسز ان هي تود بي رونج ان الواحد يقول لو تعمل كده هيطلع كده لو تعمل كده. لا، ذاتس تو سمبلستيك. فوي نيد ا ليتل مور كومبليكيشن ذان ذات. ف يو كان يوز، بس عايز اطمنكم، تفتكروا في الجزء الاول قلنا ان في نومينال وكاتيجوريكال سكيلز اللي هي الكاتيجوريز، وفي اوردينال سكيلز وانتربل سكيلز وريشيو سكيلز. مودلز كان بي اكوموديتد تو يوز فاريبلز فروم اول ذيس كايندز اوف سكيلز. فبالنسبه بالذات عشان احنا في السوشيال ساينس كتير مثلا بيبقى عندنا الاوتبوت فاريبل از، او في فاريبل منهم بتبقى يوجوالي كواليتيتيف وفي فاريبلز بتبقى كوانتيتيف. فبنستعمل حاجات ويل نون فاميلي اوف مودلز بقى لنا 40 سنه بنستعملها، البروبيت مودلز بتعمل الحكايه دي. It comes from probability plus unit. Probit جايه من probability plus unit. It's a popular specification for an ordinal or a binary response model that employs a link function. نرجع تاني، دايما هنلاقي ايه؟ انه الاستاذ رونالد فيشر هو برضه اللي كتب الحكايه دي سنه 35 في انكس على بيبر بتاع تشارلز بليس. تشستر بليس كان كاتب بيبر في الحكايه دي، هو كتب له على ان الماكسيم لايكلود استيميشن ازاي يستعمل في هذا. طيب، ده البرولوج بقى. Shall we start building some mathematical models for the social sciences؟ قبل ما اخش، اي اسئله لغايه دلوقتي ولا واضحه؟ I want you to remember the diagram. Formulation, calculation, interpretation. ترجع تاني. Formulation والانتربريتيشن هي في السوشيال ساينسز.
الكالكوليشن دي دي math part is secondary. عندنا حاجة في الماث بارت في السوشيال ساينسز مش موجودة في الناتشرال ساينسز، بس مهمة قوي عندنا في السوشيال ساينسز، وجاية من ان احنا بنشتغل بستاتيستكس وبشتغل بحاجات فيها مارجن اوف ايرور. اللي ممكن يحصل عندنا which is shocking لان الناس ما بتفكرش فيه usually، وان كنت اشتغلت فيه فترة انا في الستينات والسبعينات مع الله يرحمه بروفيسور ويليام الونزو، كان ان depending on how you formulate your equations you can increase الايرور بتاعك دراماتيك. ودي مهمه جدا عشان ممكن يبقى عندك حاجه فورموليتد كويس قوي وبتطبق عليها على داتا كويسه، وبعدين مره واحده تلاقي الريزلت ضارب معاك 100%. ازاي؟ يوجوالي في الفورموليشن اخطأنا في الاريثمتيك، مش في الاريثمتيك بالحساب، في الاريثمتيك ان ذا سبيسيفيكيشن. هديكوا اكزامبل. ليتس سي ان انا عندي فيري جود داتا، والدكاتره اللي هناك عارفين ان لو قلت انا عندي داتا ذات هاز ان ايرور تيرم اوف بلس اوف ماينس 2% اتس بريتي دام جود داتا، يعني ده على اعلى مستوى في الداتا في العالم. ف let's take حتى a very simple example. Population. عندي population in year one محسوب with an error term of plus or minus 2%. وجيت in year two عندي population محسوبة with an error term plus or minus 2%. 2%. Which يعني by international standards would be considered very very good data. تعالوا بقى نشوف هيحصل ايه في ال 2% دي. Population 1 100 كويس، جيت بعديها بسنه زادت ال population بقت 102، بس ال 100 دي بلس اور ماينس 2%، ال 102 is still بلس اور ماينس 2%. Assuming ان الايرور تيرم دي مهمه goes in the same direction، حتى يعني ان احنا we underestimate or we overestimate، مش ان انا I underestimated في سنة و overestimated في سنة تانية، لا يعني نفس الايرور ماشي في نفس الاتجاه، which كمان minimizes the impact of the error. What happens now if I seek to aggregate the two or I look at the difference between the two. P1 100 plus or minus 2 اللي هو الايرور تيرم، P2 102 plus or minus 2. P2 plus P1 أو إيه 202 plus or minus 4. الـ error term is still 2%. إنما لو بصيت على الـ difference between الـ increment اللي زاد في الـ population هلاقي الـ error term بتاعي أصبح 100%. بصوا لها كويس دي. It's very simple. بس it is surprising how deceptive that is و how many models بيعملوا mistakes، مش mistakes، they choose a formulation that leads to this enormous increase in error. يعني ده أبسط حاجة population growth، يعني بص population من سنة لسنة، يعني ما أظن ما فيش social science more basic than that. والتو ways of looking at it، الاجريجيشن او الديفرنس. لو ابص على الديفرنس هلاقي ان الايرور تيرم اصبح 100%. فدي از ا فيري فيري دراماتيك اكزامبل ان لازم الواحد يحاسب جدا ان هاو يو فورمولييت. فهنا بقى عمر رد why you have to think very hard while you are formulating قبل ما تعمل الكالكوليشن. الايام دي بالذات ما بقاش حد يعملها باليد حتى. الناس تدخل على طول في السوفت وير، تروح للدكتور مجدي والجماعه زملاء ودول النبي اعمل لنا هات لنا الاس بي اس اس وطبق مش عارف ايه وبلاك بوكس بقى تحط كده وبيطلع اهو طلع الكمبيوتر قال. الكمبيوتر قال، ما حكايه الكمبيوتر قال دي مشكله. مش كده يا دكتور سامح؟ دكتور سامح الانصاري عنده
عايز نعمل مودلز على الابلكيشن في اللينجويستكس جميله جدا بس هيوج داتا سيتس بقى عايز حاجات لارج داتا سيت. This is a very important point انا عايز بصوا فيها. It's so simple but you would be surprised at how frequently these kinds of problems occur. This is not طبعا the only thing. This looks dramatic but it is not. في another kind of error term جايه من الكوريليشن. لو انا بما اني هبص في فاريبلز كثيره ببص على فاريبلز كثيره فلما بحسب الايرورز اللي موجوده ان ايتش فاريبل واجمعهم على بعض في الفاينل ريزلت اوف ماي موديل بجد ان في ان اديشنال ايرور تيرم اللي في الاخر ده سكند بارت اوف ذيس ايكويشن فيرست بارت اوف ذيس ايكويشن ليها دعوه بعدد الفاريبلز اللي عندي وكل ايرور تيرم من ايتش فاريبل انما ده ال RIJ ده is the correlation factor ما بين ال variables بوضعها. It is better as much as possible to use non-correlated variables. If you use highly correlated variables هتزود ال error term. If ال RD goes towards zero ال second error term ده كله هيتشال. I'm not going to derive this equation for you, just take it for me ان هي كده. يعني هي فعلا الايكويشن كده واللي عايز يقعد يتابعها يقدر انما اساسا مش بس in the absolute values اللي موجوده ال 100 وال 102 اللي فيهم بلس اور ماينس 2% انما لو انا بقيس حاجات correlated وفيهم error هلاقي ان في factor بيزيد في الايرورز دي I can't avoid them دول هيبقوا موجودين دول ال 2% اللي موجودين في كل حاجه. دي ممكن انها تبقى avoided depending on how I specify the variables اللي بشتغل بيها. Hence عايزين نبص على حاجة بقى. Is a complex model good or bad? أبني complex model في variables كتير ولا لا؟ هنا نقف سن هنا نقطة مهمة. I just said في الأول ودي بقى بالنسبه للسوشيال ساينس بالذات ارجوكم ركزوا معايا في الحته دي السوشيال ساينسز. We know ان احنا we cannot overly simplify ونقول لو عملت كده هيحصل كده. ده في السوشيال ساينسز just doesn't happen that way. طيب نقول طيب على فكره عايزين ندخل بقى حاله الام وحاله الاب والحي والبعد عن مش عارف ايه وندخل variables كتير ونقعد نعمل كده conceptual diagrams و arrows ونزود حاجات كتيرة جدا ونعمل الموديل بتاعنا and we try to take into account كل حاجة that we can think of. و now we say بقى عملنا formulation مفيش بعد كده. وبعد كده كمان هنحاسب من الأخطاء اللي أنا اتكلمت فيها بتاعت الـ minus و plus والحاجات دي. طيب I would build a very complex model. Is that good or bad to take كل ال variables into account? At face value كده قيمة بوخ كده أول نظرة the answer is yes it's good عشان هاخد في الحسبان الحاجات المختلفة دي كلها. ولكن given مشكلة ال correlation ما بين ال variables given مشكلة المانيبيوليشن اللي بتحصل الحتة دي عايزة إعادة نظر. فهديكوا a conceptual model about quantitative models. هنرسم جراف conceptual about mathematical models. فأول حاجة هنقولها إنه في نوعين من الايرورز في الموديل. في ايرور منهم بيقول اللي هو ايرور اوف سبيسيفيكيشن حاجات ناقصه حاجات مش مظبوطه الى اخره و I can keep refining that error هسميه E sub S هنا ايرور ده حجم كميه الايرور وازود الكومبلكسيتي اوف ذا موديل وهقدر اقلل الايرور تيرم اللي بيحصل by specifying better the model. انما في another kind of error اللي هي الايرور اوف ميجرمنت. The more I specify
complex variables, the more there will be errors of measurement. لأن I will need to measure a lot of things. Where the more you will need to measure things, the more errors there will be in them. وكل ما هتعمل تزود الحاجات دي كل ما هتزيد الـ error of measurement. فجنرالي سبيكينج I can predict ان الـ aggregate error بتاعتي ماشيه بالشكل ده بحيث انه after a while adding additional complexity to the model adds to your error, does not reduce. وان كان الـ appearance بتاعته هتبان انها انت you've taken into account حاجات كانت ignored في الموديل التاني. اه بس as you take more into account الـ errors هتزيد، ولما الـ errors هتزيد هيبقى عندنا مشكلة لأن في الـ aggregate بتاع التو كيرفز اللي تحت دول they go in opposite directions. طب ما تقول طب ما أنا أحسن الـ data بتاعتي وأحسن الـ measurement وأبقى more precise وأكبر الـ samples وأعمل greater resolution وأعمل مش عارف إيه. طيب كويس. Actually what you will do with better data هتنزل دي شوية. إنما خد بالك بيحصل إيه؟ Again conceptual. بيحصل إيه هنا؟ The fact is that the two curves still go in opposite directions. دي هتنزل شوية مش كتير قوي. وبالتالي الـ result of better data إن اللي فوق دي هتوطى شوية. إنما the shape of the curve will remain the same. But what you will do with investing in much better data, much more refined analysis, is you will shift slightly the optimum position of the curve. Slightly. فهنا بقى we start confronting a problem. طيب أنا بقى لما أتعامل مع ال complex reality اللي هي في social sciences. زي ما بدأنا في الأول it's a very complex field لأنه we're talking about human behavior, we're talking about social interaction, ودي كلها حاجات very complicated وفيها factors كتيرة بتتدخل معاها. وشفنا ازاي لما بنعمل الـ experimental designs بدور على controls وبدور على حاجات عشان أمنع الحاجات دي إنها تزيد قوي. طيب whatever I'm going to invest I have to be careful إن الـ 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 I don't get seduced by إن لازم أظبط وأدخل ده وأدخل ده وأدخل ده زيادة لأنه جايز جدا إن هزود الـ errors بتاعتي in the formulation of the model. This is a very serious question لأنه it's very seductive to be able to add all these things together. ففي بس هقول لكم دلوقتي why we need complex models in certain cases بعد كده. في بقى الله يرحمه بيل ألونزو brilliant guy يعني. He was a professor at Harvard at age 30 يعني. كان مشتغل سوا في الحته دي من زمان او في الستينات اول السبعينات. في 7 rules for building models. Avoid intercorrelated variables. لسه شايفينها دلوقتي عشان النص الثاني بتاع الـ error term يبقى as close to zero as possible. دي اول حاجه. تاني حاجة add whenever possible. P1 plus P2 بيفضل 2%. P2 minus P1 هيبقى 100% error. لسه شايفينها دلوقتي from 2% to 100%. If not possible then multiply or divide. And if you can add ده أحسن حاجة. دي فيها no accumulation of error. If you cannot avoid subtraction في الفورميليشن بتاعتك ما انت بتعمل فورميليشن للايكويشنز حاول تتفادى انك تحط subtraction ويوز multiplication or division. avoid subtraction و above all exponential. ده مش هقول لك لو عملت رفعت الاكسبوننشال فاليو and you're off in your exponential الايرور تيرمز بتزيد قد ايه. Avoid models that proceed in chains. مع ان انا لسه قايل لكم على الماركوف تشينز وازاي بعمل discrete models. You can't always avoid them, but you should try to avoid them. ليه؟ Can somebody tell me كده why? لا، of course.
لا لا انا بعمل بروجكشن ليه قول يا نهى ليه مش لا مش carry the error you accumulate the error. يعني لو العملية دي في الفيرست عملية بتاعت الشين produces an error of 2% repeating ال error دي keeps adding to the error every time you do it. فال model that resolves من 1 to 10 by going من 1 to 2 and 2 to 3 and 3 to 4 ومن 4 to 5 وبتاع هيحصل فيه accumulation كل خطوة بكل iteration من دولة أكتر قوي من model that solves to go من 1 to 10 على طول. With an overall relationship ال error اللي هتبقى موجودة فيه هتبقى موجودة once. موجودة فيه ما اقولش مفيش error ما هتبقى موجودة فيه once. التاني هيقعد يعمل ايرور زائد ايرور زائد ايرور فالايرور في الاخر هتكبر شويه بشويه. عشان كده يو شود افويد دازنت مين يعني كل الحاجات دي ما تعملهاش ابسولوت. ما هو الواحد بيلاقي في الاخر لا given all the choices this is the best way of doing it. يعني انا فعلا مثلا كنت بشتغل على ال very complex models بتاعت مان باور وليبر مايجريشن واديوكيشن. لا ميك سنس ان الواحد يعمل الكاسكيدنج افكت بتاع الاديوكيشن سيستم يير باي يير لانه هيحصل تحسينات في الادوكيشن سيستم. ممكن اي كان فورموليت بوليسيز هتوقع ان البوليسيز دي هتاخد وقت معين تو ورك اتسلف ثرو ذا سيستم وانه بالتالي اشوف زي ما وريتكم الرسمه اللي عملته على الادوكيشن سيستم ادوكيشن سيميليشن موديل هيتعمل زي ماركوف تشين موديل واقدر اشوف الكاسكيدنج افكت بتاعه از ستودنتس جو ثرو ذا ادوكيشن سيستم لغايه ما يتخرجوا من الجامعه. فا اوكي يعني قعدت اوزن الديفرنت مودلز لا مش هقدر انط من اولى ابتدائي لخريج جامعه. I have to have a cascading model. طب بقى احط بقى other safeguards as much as possible in the formulation. فدي avoid does not mean don't بس try to think twice لانه بيبقى فيه embedded problems موجوده فيه. دي بقى is very difficult to accept. Simpler partial models can be more robust than one complex model. الواحد بيحب انه يدخل الحاجات كلها مع بعضها يشوفها ويلاقي ان السيمبل بارشال موديل كان ممكن توصله الى 3-4 نتائج مش بعاد عن بعض وبعدين يحاول ياخد 3-4 نتائج دول ويربطهم ببعض ولو هيوريستيكلي يبقى يمكن اسهل وادق من انه يحاول يدخلهم كلهم في موديل ويبقى شكل الموديل شكله حلو قوي when I took care of everything in it انما due to the accumulation of error or specification errors or measurement errors وكل الحاجات اللي بتحصل دي in fact the results are not very good. دي كان في class of models اتعمل في الستينات كان اسمه بريتن هاريس في University of Pennsylvania كان leader في البن جيرسي موديل زي ما سموه والمودلز الثانيه كانوا very complicated models وتهم محمد مهينه اللي هي الترانسبورتيشن لاند يوز مودلز وكانوا بيحاولوا انهم يعملوا كومبريهنسيف اناليسيس. كان وقتها ما تنساش الكمبيوترز دكتور مجدي تفتكر كان عندنا الاي بي ام 360 كان بياخد اوضه تقريبا نص الاوضه دي كده لوحده الكمبيوتر لوحده. هو الباور بتاعه كان قد ايه الاي بي ام 360 ده اللي كان ده كان عمل ضجه كبيره قوي اياميها. دلوقتي يبقى تناظر كده مثلا حوالي 10 بي سي كان قد الاوضه دي وكان بيتحط في مبنى لوحده وكان لازم يبقى مكيف والارض مرفوعه ومش عارف ايه. كنا بنعمل بانشت كاردز ونجمع البانشت كاردز ونسلمها ونعمل باتش بروسيسنج ونستنى تاني يوم الصبح نشوف اذا كان الكمبيوتر طلع الريزلت ولا لا. فكان بيعملوا مودلز عشان يربطوا الترانسبورتيشن داخل مدينه واللاند يوسز اللي في المدينه ويشوفوا اذا كان في اوبتمايزيشن بوسيبل ثرو تو فاريبلز اساسا. كانوا عايزين يشوفوا الريدكشن ان فريكشنال ترانسبورت تايم اند الماكسمايزيشن او الاوبتمايزيشن بتاع الفاليو اوف لاند. المودلز دي they spent especially اياميها يعني بتكلم اياميها كان فاكر بن جيرسي موديل ده كلف 5 مليون دولار which in those days يعني كان حاجة astronomic.
طبعا الكمبيوتر تايم كان فيري اكسبنسيف وبتاع. النتيجه بتاعته قلنا طب لو نعمل بروجكشن كان وي بريدكت مثلا من جيفن سيرتن كونديشن توداي الارض دي هتبقى قيمتها قد ايه بعد 10 سنين لو المشروعات بتاعت الطرق دي تمت او ما تمتش او وات ايفر از جوين تو بي ذير. فده بنعمله عن طريق حاجه بنسميها كاليبريشن، يعني بعد ما بتعمل الموديل بتاعك بتيجي تقول طيب هنشوف اذا كان الموديل ده مظبوط ولا لا. فهاخد الموديل ده وهطبقه على ديتا بتاع 1950 واعمل بروجكشن ل 1960 وانا عندي الديتا بتاع 1960 الاكتشوال بقى، واعمل كومباريزن ما بين اللي هيطلع 1960 as predicted by the model قدام 1960 الاكتوال، وارجع تاني اقول بقى لا الحته دي عايزه تتظبط، الحته دي عايزه تبقى بتاع. لما عملنا كاليبريشنز وجدنا ان الايرور تيرم في البن جيرسي موديل واز 50%. طبعا 50% في البريدكشن ايرور. واحد قال لك طب يعني انا اي كان فليب كوين كده انا هاف 50% chance of being right. يعني حصرف ال 5 مليون دولار واعمل اللي عملته ده كله وفي الاخر لا ما هياش يس نو. هو الايرور تيرم يعني دي بريدكت 100 وممكن الاكتوال يبقى 50 وممكن يبقى 200. يعني الايرور تيرم از او 150 مثلا يبقى بلس اور ماينس 50 على ان استيميت اوف 50 بعد كل المودلز دي. ليه؟ لانه وي فاوند ات واز تو كومبليكيتد. يعني كان في الكارير بتاعه السبيسيفيكيشن ايرور كانت وطيت لانه كان مزود كل الفاريبلز دي كلها، انما ان افكت الميجرمنت ايرور كان بتزيد بتزيد بتزيد، فهو كان طلع بوست الحته الاوبتيمال وزود قوي الكلام ده. This is an actual case. عشان كده النهارده ما حدش بيعمل الستاديز دي انيمور، ولقينا ان فيري سمبل ستاديز اللي كان بيعملهم بروفيسور تشارلز تيبو كان بيسموهم الايكونوميك بيس ستاديز، ده تضربه في 1 بوينت زي كده البوبوليشن جروث فاكتور 3% جروث ولا 2% جروث ريت تبقى 1.03 ولا 1.02 مرفوعه على عدد السنوات وتضربها في الانفستمنت الاصلي يو ويل كم كلوزر ايفن ذو ات از نوت ذا سيم. فسام تايم سمبل بارشال مودلز كان برينج اباوت بيتر ريزلتس، بس سمبل بارشال مودلز كان اولسو مسليد يو. هديك اكزامبل ليتر. اهم حاجه بقى ودي الجماعه بتوع الستاتستكس والبروبابيلتيز والكلينيكال ستاديز والحاجات دي بيعملوها في السوشيال ساينسز وما بيعملوهاش ناس تانية. وي ماست اولويز دو ريبورت بريدكتبل ايرور. If I can predict the error, I should report it. للأسف it is not sufficiently done. يعني كتير جدا يقول لك مثلا ايه population figures. ادي population figures. ما يقوليش الايرور تيرم بتاعها قد ايه. بلس اور ماينس 3% 2% 5% بيحط لك كده هي الارقام كده. فده المفروض وي شود دو ذات سبيشلي ان كيسز اوف اسيمتريكال كوست. اسيمتريكال كوست دي مهمه قوي، بمعنى انه لما بنتكلم دلوقتي على ايرور تيرم بنقول بلس اور ماينس، انما في قرارات كتير جدا لو الايرور رايح توردز ماينس هيبقى الامباكت بتاعه اكبر جدا عن لو الايرور تيرم راح توردز بلس. This is what we call asymmetrical. فممكن جدا الاقي نفسي حاجه فيري هاي كوست. A typical example of that, a typical example of that في الكلينيكال ستاديز بتاعت الطب. ولذلك الكلينيكال ستاديز بتصر على فيري هاي ليفل of confidence. Why؟ لانه لو الايرور تيرم بتاعي كبير وقلت الدواء ده ما عندوش نيجاتيف امباكت على الناس وطلع ان عنده نيجاتيف امباكت على الناس وموت ناس، اتس ماتش مور سيريس عن اني يكون انا فعلا قلت ما عندوش وهو ايفن مور بناين. فالناحيه البناين ما هياش زي الناحيه اللي هي مالجنت. فاللي بيحصل في العمليه دي اسيمتريكال. ف when you specify the error terms the decision makers المفروض انهم يقدروا يقعدوا يفكروا معنى الايرور تيرم ده ايه بالنسبه whether it's going to lead انا هاخد قرار هيؤدي الى الناس هتموت
او ممكن عدم الناس تموت، او هاخد قرار الناس مش هتموت وهتبقى اوكي. فديز ار 7 رولز، وزي ما بقول اي ليرند ذم ذا هارد واي بقى، لان كنت صغير وانثوزياستيك وكنت بعمل الثيسس بتاعتي وكنت بشتغل، وكان فكره ان الواحد بقى يبني كومبلكس مودلز ويروح يشغل الكمبيوتر اللي قد الاوضه دي وياخد الحاجات ويرجع بالبرنت اوتس ويراجع، كانت حاجه كده فيها كانت منظره يعني، كانت حاجه الواحد بيحس ان هو بيعمل بقى كاتنج ايدج ساينس بالنسبه لاياميها يعني. انما جرادولي يعني وي كونكلودد ذيز ار فيري فيري سوليد رولز. Despite that، وهنا النقطة اللي بقول لكم، avoid does not mean never do. I had to deal with very complex problems. جيت في السبعينات، كنت رحت البنك الدولي أوائل السبعينات، وحصلت مشكلة العمالة، الهجرة العمالة. سنة 73 74 حصل أول أويل برايس انكريس، دخل السعودية لوحدها زاد من 4 مليار الى 112 مليار في سنه واحده عشان اسعار البترول. وبدات السعوديه قلت لكم امبارح امتصت مثلا العماله من شمال اليمن، والفيليجز حصل لها دي بوبوليشن من الرجاله، كنت برضو بشتغل على شمال اليمن وقتها، والعماله من مصر ومن الاردن ومن حتت تانية بدات تروح باعداد كبيره جدا للسعوديه والخليج في السبعينات، وضو لسه كانت الامارات تحت احتلال بريطاني، لسه يدوب طلع من احتلال بريطاني، يدوب طلع بقى لها سنتين ولا حاجه، لان الكويت كان بقى لها مده والسعوديه بقى لها مده، وبعدين بدات الدول دي. فالقضيه كانت طيب ايه اللي هيحصل في العماله دي؟ فبنينا كومبلكس مودلز في العمليه دي. This was the general model that I did, the labor migration model. وده انا كنت بقود فريق وكونت فريق عشان نعمل الدراسات ده، وبعد كده الشغل ده اتنشر في 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 اوكسفورد. انما اساسا اتس ايزير تو اندرستاند، ده زي ما وريتكم امبارح السوشيال موديل والسب بارت ديلينج ويز كلتشر. انا عندي الانبوت داتا، وكنت بحط انا عندي الليبر فورس موديل، من الليبر فورس موديل بروح للمان باور ريكويرمنتس. مان باور ريكويرمنتس دي از ان ايكونوميك موديل، كنا بنقول فيه الاقتصاد السعودي بيزيد بكذا وانفستمنتس كذا، وهيحتاج لبشر بالتخصصات الاتيه في القطاعات الاتيه لمده كذا. وبعدين عندي education simulation model. education simulation model ده اللي هو بيبين نظام التعليم السعودي بيطلع كام واحد، ونظام التعليم المصري بيطلع كام واحد، ونظام التعليم الكويتي بيطلع كام واحد، والاردني بيطلع كام واحد، والتونسي بيطلع كام. اخذنا كل المنطقه دي وكنا عاملين ريست اوف ذا وورلد فاكتور، بنسميه كده ريست اوف ذا وورلد، كنا بنبص على الناحيه الاقليميه. اند وي كونفرونت ده مع المان باور بوليسي موديل، وبناء على الكونفرونتيشن دي بنقدر نرجع تاني لوب، نغير الليبر فورس موديل باي تشينجينج ذا باترن اوف انفستمنتس في الاقتصاد، و changing the investments in education. عايزين نزود التكنيكال فوكيشنال education، عايزين نقلل education كذا بالنسبه للمودلز دي، ويطلع في الاخر output. It's a model that works in with Markov chains and every sub part هما نفس العلب دي، هي نفس العلب دي الدوتد دول، بس within them there are boxes within boxes و arrows within arrows، وبنطلع بالحاجات دي كلها. و I did simplify and use the discrete variables زي ما قلت لكم، بدل ال continuous variables ف اللي اتكلمنا عنهم قبل كده. وده ال education system، ووريتكم ال structure of the education system that comes from that particular education simulation model. That's from a book published by Oxford University in 1980 على الدراسه دي. وكنا بنطلع tables شكلها كده بقى، ده كان ال output tables بتاعتنا، جاي من الاردن ومصر ولبنان ومش عارف ايه، ورايحين بقى في البروفيشنالز ديفرنت كاتيجوريز اوف ذا اوكيبيشن ماتريكس. ده الكتاب طلع من اوكسفورد. التكنيكال برزنتيشنز دي كلها موجوده بما فيها الايرور تيرمز كنا بنتكلم فيه. وبعدين في فيري نايس وان داي هنبقى نقدر نعمل جلسه على دي، وي يوز سمثينج كولد جرافيتي مودلز تو ريزولف ايشوز of labor flow.
وكان ليا خلافات عنيفة جدا في الموضوع ده مع الناس اللي في البنك، لأن الناس في البنك طبعا اقتصاديين، فيقول لك لا، لو هتعمل labor flow equations لازم تبقى based on economics. وأنا كنت بقول لهم إنه it will not be based on economics، لأن القرارات محدش في السعودية أو في الكويت هيقعد يسمح إن العمالة المصرية تقعد تخش فيه، أو العمالة الباكستانية أو العمالة الأردنية تخش فيه، لغاية ما يحصل equalization of the wage rate ما بين البلدين عشان تعمل ماركت كليرنج ميكانيزم. هيحصل قرارات سياسيه تقول مش هندي فيزات اكتر من كده الاردنيين، ومش هندي فيزات اكتر من كده الفلسطينيين، ومش هندي فيزات اكتر من كده لمصريين، وان دي قرارات سياسيه وعايزه موديلنج من نوع تاني. فهنا بقى السوشيال ساينس مودلز دخلت معانا في هاو تو فورمولييت بوليتيكال، يعني هاو تو فورمولييت الماثيماتيكال ايكويشن بوليتيكلي. فانا كنت بعمل ايكويشنز وقتها بقول فيهم ان لما بتزيد النسبه بتاعت جنسيه واحده داخل التوتال نمبر اوف فورين ليبر، يعني في كذا فورين ليبر as a percentage of total labor زائد one nationality within the foreign labor، و as these grow الفاكتورز الاكسبتابيلتي بتاعت الناشوناليتي بتقل لغايه ما يحصل كليرنس. يعني بيحصل بوينت كده at which هيقللوا عدد الفيزات، وبعد ما يقللوا عدد الفيزات هيقفلوها خالص، لا مش هندخل ناس بعد كده من الجنسيه دي. فده كان بي كل ده كان بي موديلد. يو كان رايت ايكويشنز. واي دو اي بودر رايتنج ايكويشنز؟ بيكوز اي نيد تو ارايف ات ا بروجكشن. واي دو اي نيد تو ارايف ات ا بروجكشن؟ لانه ان ذيز كانتريز الامباكت اوف ليبر مايجريشن از ا فيري بيج امباكت على الايكونوميز بتاعتهم. احنا في مصر بقينا تقريبا 10 مليار جنيه ريميتنسز كل سنه، ريميتنسز من الناس اللي بره. وبالنسبه لدول كتير جدا كان اصبح الليبر مايجريشن مهم قوي في السبعينات، زي الفلبين عندها فيري لارج كونتينجنت اوف ليبر مايجريشن. دلوقتي بقى احنا شايفين النورث افريكانز في فرنسا، الاتراك في المانيا، المكسيكانز في امريكا، كل الحاجات دي بتلعب دور كبير جدا. فوقتها قلت لهم يو كانوت موديل الايكونوميز بتاعت الدول دي من غير ما تدخلوا البعد بتاع ليبر مايجريشن. هاو دو وي بريدكت ليبر مايجريشن عشان نبتدي ندخلها في الايكونوميز؟ ذات واز وات ذيس ثينجز وير اول اباوت. فيو كان سي ان سم تايمز بيورلي كواليتيتيف از نوت انف. ناس بتشتغل بتعمل ايكونوميك بروجكشنز بيزد اون وات اي كونسيدرد تو بي رونج مودلز. قلت يو كانوت اجنور اللي بيحصل، الظاهره اللي بتحصل دي كانوت بي اجنور. طيب وات داز ات ليد تو؟ على مستوى دراسات انثروبولوجيه وبتاع ممكن نشوف زي ما قلت لكم ان الرول اوف ويمن في الفيليجز في النورث يمن اتغيرت وبتاع، انما الامباكت على الاقتصاد اليمني ايه؟ التريد اوفز ما بين الابسنس اوف ليبر والزياده بتاعت الريميتنسز، وات از ذا نت تريد اوف على الاقتصاد اليمني عشان اتصور اليمن هتتحسن ازاي او مش هتتحسن ازاي؟ كل الحاجات دي هتعوز كوانتيفيكيشن، ولازم ندخل فيها السوشيال ساينس كوانتيفيكيشن زي ما قلت لكم، لان القرارات اللي هتتعمل ما هياش قرارات بيورلي ايكونوميك، هي قرارات بوليتيكال، جزء كبير منها بوليتيكال. فنيجي بقى هنا سمبل مودلز كان بي فيري يوسفول ان افري داي ورك. ف ستيبس تو بيلدينج ا موديل سمبليفيكيشن، بيلدينج ا ديسيجن موديل. ديسيجن موديل انا عايز اوصل لقرار افهم، وبعدين يقدر يساعد الديسيجن ميكر انه يعمل قرار. تيستينج ذا موديل اللي هو بنعمل الكاليبريشن الهيستوريكال داتا، اطبق الموديل على 1950 تو بريدكت 1960، وبعدين اقارن 1960 مع الاكتوال داتا. ده اللي حصل مع بن جيرسي وغيره. وبعدين we try to find the solution based on the model. A good model can be used again and again for similar problems or can be modified in each problem. Why is it useful؟ لأنه أولا it's a simplified representation of the actual situation. In actual situation احنا عارفين في social sciences is much more complicated. We allow ourselves to say إنها it does not need to be complete or exact in all respects.
خدوا بالكم that's what I do في الكلام اللي اتكلمنا فيه امبارح بتاع الاكسبيرمنتال ديزاين. بس دير بقى I try to control، يعني بعمل to control كل الاكستريميس فاريبلز عشان اقدر اركز على الاكتوال تريتمنت اللي بعمله في الاكسبيرمنتال فاريبل الاكسبيرمنت بتاعي. هنا I will say طيب I will leave out الفاريبلز دول purposely، لان ادخالهم هيدخل لي مشاكل كتيره مش هقدر عليهم، مش هيزود لي الريزلت كويس. ف it has to concentrate on the most essential relationships and ignores the less essential ones. Who can decide that? Come on, who can decide that? You, researcher. And you decide on that based on the conceptual model. This is more important than that. أنا يهمني العلاقة ما بين الـ variable دي ودي. في الـ variables دي كلها داخلة بس دول أقل أهمية ليها. Sometimes it is based on intuition until it gets tested. Sometimes it is based on multiple regression studies. عندي multiple regression studies هتقول إن أدي جربنا 12 factor، الاثنين دول لوحدهم account for 80% of the variation، والعشرة التانيين دول 20%، يبقى ده 1% وده 3% وده 2% بنقص. فأنا لما هعمل الـ predictive modeling بتاعي هسيب دول بره، مفيش داعي اقعد ادور على، لان دخلت كل واحد منهم هدخل معاه الايرورز بتاعته، هدخل السبيسيفيكيشن ايرور في العلاقه ما بينه وبين الثاني. ففروم ذيز مالتيبل ريجريشن مودلز بقدر اعرف، او بنسميه ساعات مالتيبل فاكتور اناليسيس وساعات بنسميها مالتيبل سبيسيفيكيشن اناليسيس ام سي اي، في ديفرنت يعني ترمينولوجي فور ات. الريزلت بتاعتها ان انا اي كان سي اي ام جوينت تو فوكس اون ذيز اند نوت ذيز، ايذر باي انتويشن لو انا بشتغل على ارياز جديده through the conceptual modeling، اقعد ارسم كده دواير واسهم وحاجات وافكر، او ساعات through looking at the available literature و deciding I will focus on these rather than these. And then finally it is more easily understood than the observed situation. يعني معنى ايه؟ لو انا جبت لكم الدفاتر اللي بتطلع من الداتا زي اليو اس سنسس ولا مش عارف الورلد سنسس ولا مش عارف، كميات رهيبه من الداتا، والواحد هيقعد يقلب بقى في الانكس ده ويبص في التيبل دي وبتوه. فلما بعمل ايفورت ات موديلنج بيخلي الواحد يقدر ان هو يربط ما بين حاجات معينه ويسيب حاجات ثانيه، ويقدر فعلا يتعامل مع الواقع اللي قدامه اسهل من طريقه ثانيه. طب هل الكلام ده لو احنا ما احناش بنكتب رساله دكتوراه له قيمه عندنا؟ طبعا كل الناس دي بتستعمل الحاجات دي. الاوديتر بيعمل راندوم سامبلينج تكنيكس تو اوديت اكاونتس ريسيفبل فور كلاينتس. طب السامبلينج ده مش كنا لسه بنتكلم فيه امبارح، ندور على سامبلز تعمل ازاي ومنين وبتاع. بلانت مانجر بيعملوا statistical quality control. Practically every plant manager في العالم النهارده بيستعملوا statistical methods of quality control. Financial analysts بيستعملوا regression كتير. Regression بتستعمل مع financial analysts. Correlation to understand ما بين financial ratios و other variables بتاعت business بتاع الواحد بيديرها. Market research بتعملوا market research تعرفوا سوق العماله ايه، البرودكت ماركت شكلها ايه، اللي بنعمله ايه، الكومبيتيشن شكله ايه. كل ده بيحتاج market research. is all about test of significance to accept or reject hypotheses معينة. sales managers uses statistical techniques عشان يعرف ازاي هنقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. كل الناس دي بتستعمل انواع مختلفة من المودلز اللي اتكلمنا فيها امبارح واللي بنتكلم فيها النهاردة. و this is يعني in everyday work النهاردة. وعشان كده لما بنتكلم بنقول ان الدول المتقدمة اتنقلت نقلة موضوعية، مش بطريقة المعلم فلان اللي قاعد بيبيع البصل وبتاع بالفكاكة كده وعنده ناس يعرفهم وبتاع، لا بيعملوا scientific research، بيعملوا market surveys، بيعملوا optimization، وبيدوروا على هيستورد منين ويورد فين، مش انه يعمل صفقة هنا ولاسعة هنا، لا بيعمل systematic strategy
strategies are formulated on the basis of studies. Studies طبعا mathematical, quantitative. انت فاكرك الناس تستثمر كل الفلوس دي من غير ما يبقى في بتاع؟ طبعا ممكن ان بعض الناس تضحك عليهم زي ما حصل في البانكينج كرايسيس اللي حصل للناس اللي كانت وما زالت بتاخد مليارات على صفقات فيري كومبليكيتد، ضحكوا على الناس كتير من البانكرز يعني. البانكرز دول كانوا بي تراستد بقى دي حاجات. Anyway, you find many of these things in management. Six Sigma اتكلمنا فيها مع المانجرز عندنا. Empirical modeling in economics, specification and evaluation of models, business economics، كل الحاجات دي مليان 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 كتب كتيره جدا. بس انا عايز اقول حاجه على why we sometimes need complex models و meta studies as well. Meta studies في الطب بالذات مشهوره جدا، بناخد بيبقى في عدد كبير من الستاديز وبعدين في يعملوا بقى ساعتها بقى ده ناس متخصصين جدا يعملوا الحاجات الميتا ستاديز دول، يلموا كل الستاديز دي ويعملوا بولينج ليها ويدرسوها كوان هيوج ستادي عشان تو سي ويذر سيرتن ترندز كان اور كانوت بي اكسبتد في حاجات معينه. ف واي دو وي نيد ذيس كومبلكس مودلز؟ ويل هديكم صوره، هرجع بقى استعين بالفنانين. We'll use the artists. Artists هيشرحوا لنا why we should do complex models. الطبيعة قدامي مش باينة قوي. باينة كده حاجة بالوين. فهقدر أجي أركز على الحتة دي وأعمل a partial model. Partial model looks okay. وبعدين هبص على الحتة دي وأعمل partial model. Partial model ده برضو looks okay. حاجة على الحتة دي وأعمل partial model. وان لوكس اوكي كمان. في كل واحده من دول انا ايه قدرت برينج فوكس في الصوره، وهنا هعمل بارشل موديل وبرده اوكي. انما لو جمعتهم كلهم مع بعض دول ان وان بيج موديل، الصوره اللي مش واضحه دي بقى بالمكونات المختلفه بتاعتها هتطلع كده، وبعدين هقول اوبس سمثينج از رونج. وات از رونج هنا؟ ووتر از فلوينج اب هيل. الميه بتنزل تطلع كده وتنزل تاني كده. You did not discover the inconsistency دي من كل ال partial models. It shows up only when you put them all together you find out that things don't fit. واللي منكم عارف الشغل بتاعي على ال four kinds of capital اللي هو produced assets, human capital, natural capital and social capital. It's precisely like that. إنه ال partial models are giving wrong pictures. ال economic اللي هي ال standard GDP calculations تقول a forest standing up cost is value zero ولو قطعت ال forest it becomes a positive contribution to the economy. It becomes a positive contribution to the economy but I should take it as a negative on the natural capital. فلو انا ما ببصش على الناتشرال كابيتال وابص فقط على الايكونوميك كابيتال او بروديوست اسيتس هعمل قرارات خاطئه. فلما بدخل الايكونوميك اسيتس والهيومن كابيتال والناتشرال كابيتال والسوشيال كابيتال بتدي تبان العلاقات زي بالظبط دي. باك تو ذا دروينج بورد. قلنا ايه؟ فورميوليشن، كالكوليشن، انتربريتيشن، نرجع تاني للدروينج بورد. وبعدين some try to build complex models ودو ميتا ستاديز. فالكونسستنسي يعني to avoid the same problem as before. Here's another example برضو من مارتن اشر. Unclear partial model looks okay. Partial model looks okay. Partial model looks okay. Partial model looks okay. Taken together they are not okay. السلالم دي going nowhere. وريتها لكم في الاول على اساس endless movement without ان الواحد يوصل لاي حته. كان مارتن اشر بيعمل الحكايه دي. بنينا structure very elaborate هي المجتمع بتاعنا والhumans فيه قاعدين يلفوا كده زي النمل اللي رسموا على الموبيوس ستريب. رسم الhumans هنا طلع
يمشوا 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 ما بيوصلوش لحاجه ابدا يعني. فلكن تصور انما البيكتشر ما بتبانش الا ما تكتمل البيكتشر. فذاتس واي يو نيد ميتا ستاديز، يو نيد كومبلكس مودلز از ويل. ف وات وي دو ار كومبلكس ميتا ستاديز، والميتا ستاديز ورك اند هاو ساينس ادفانسز از ذات واي. ولكن الكومبلكسيتي اوف ذا سيستم، ودي هتبقى المحاضره اللي قبل الاخرانيه اللي هنتكلم فيها دلوقتي بعد الكوفي بريك، ساعات is so difficult and so we cannot easily visualize relations حتى to construct the models. Where relations change over time. Well, different techniques have been tried. واحدة منهم اللي قلت لكم عليها في الأول اللي هي الـ agent-based modeling. إيه بقى الـ agent-based modeling؟ زي الـ stock market. الناس الـ economists بيقولوا لنا الـ stock market you should buy when it's low and sell when it's high. طيب. How do I know when it's low and how do I know when it's high? I don't. People who are buying and selling have imperfect knowledge. As a matter of fact, Joe Stiglitz و Michael Spence أخذوا النوبل برايز عشان شغلهم على ال problem of asymmetric knowledge or knowledge information and its impact for economic transactions. فالناس مش عارفة الحكاية دي تمشي ازاي، ولكن الناس بتتأثر بقرارات الناس التانية. لما تلاقي ناس كلها عمالة تشتري الأسهم بتاعت فيسبوك، كل الناس عايز يشتري أسهم بتاعت، لما عايز يشتري الأسهم بتاعت أبل كله عايز يشتري أسهم بتاعت أبل وهكذا. فالكومبلكس وورلد والكومبلكس ترانزاكشنز زادت كمان، مش بس ان سنجل ستوك ماركت زي ما هو ستوك ماركت المصري أو ستوك ماركت السعودي او ستوك ماركت، لا دلوقتي عالميا كله عمال 24 hours a day بيخش في صفقات. This is very complicated. The prediction بتاع ستوك ماركت is almost impossible يعني. Extremely difficult to predict. فهنا جت فكره الايجنت بيزد موديلنج. واسهل حاجه عشان اشرح الايجنت بيزد موديلنج هي الايكولوجي. الريليشن شيب، وعلى فكره جزء كبير من الايجنت بيزد موديلنج استعملوه ناس ايكولوجيستس عشان يقولوا يحصل ايه ما بين الاسود والغزال والمش عارف ايه في السافانا بلينز بتاعت افريقيا. هل البوبوليشن بتاعت الاسود هتزيد والبوبوليشن بتاع الغزال هيقل، ولا هيقعدوا ستيبل سوا، ولا هيحصل لهم ايه؟ كل الحاجات ده هنا ازاي الانتر اكشن بريدتور براي مودلز في حاجات كتيره في السمك، في حاجات كتيره من النوع ده. ف الايجنت بيز مودلز او ساعات بيسموهم computational economic modeling ACE modeling زي ما بيسموه. الفكرة فيه ان انا اتعامل مع very complex large systems فيها behavioral uncertainty، ما عنديش اي certainty على البيهيفير بتاع الناس هتبقى ازاي. في ما فيش equilibrium model زي يقول لك supply and demand هيبقى في equilibrium point، لا في multiple equilibria. Different companies have different equilibria، واحدة طالعة واحدة نازلة، طب بعدين يحصل ايه؟ في institutional arrangements بتلعب دور كبير مش مفهوم ايه هي، حاجات بتمنع بتفرمل وحاجات تانية بتساعد. venture capitalists عمالين يحطوا فلوس في regulatory structures بتقلل، فكل impact ده مش واضح المحصلة بتاعته بتودي فين. فقالوا طيب تخيلوا ان احنا نعمل culture dish زي البيتري ديش كده اللي بنحط فيه بكتيريا ونتفرج عليها هي تكبر، بنعمل colonies بتاعتها. بس ده هيبقى في الكمبيوتر بتاعنا بقى. ودلوقتي دكتور مجدي بقى عندنا كمبيوترز نقدر نعمل الكلام ده، وهنا في المكتبه اللي عايز يعمل فيري كومبليكيتد مودلز ما شاء الله عندنا سوبر كمبيوتر نقدر نعمل بيه الحاجات دي. ف قال ما نعملها از وي موديل ات از ايفولفينج سيستمز اوف اوتونوموس انتر اكتنج ايجنتس، وكل ايجنت اللي هو هيبقى لايك تايني كمبيوتر ايجنت حاطط فيه برنامج تو ليرن. يعني مثلا لو عمل ثلاث صفقات ناجحه يبقى يستمر في العمليه دي، لو عمل صفقتين خسرانين يبقى يبطل يعمل العمليه دي. طيب الصفقه دي هتبقى ازاي؟ والله انت هتتفاعل كايجنت في الايجنت في الكمبيوتر طبعا، تتفاعل مع الايجنتس الثانيه، ولما يجوا اثنين ايجنتس جنب بعض ممكن يعملوا صفقة، وده كان اشتراها بكام وباعها بكام، وده كان هيشتريها منه بكام وهيقدر يبيعها بكام للي بعديه وهكذا.
ونشوف بعد شويه ايه اللي هيحصل. الفكره الاساسيه هنا ان انا ببرمج الايجنتس وبحاول ابني تصور اقرب الى الحقيقه، ان مفيش بيرفكت نوليدج، مفيش بيرفكت راشوناليتي، ان موست اوف ذا ديسيجنز ان سوسايتيز ار ذا ريزلت اوف انتراكشنز بتوين السوشيال اكترز. يعني ما هياش كده حد قاعد like an all powerful decision maker بيعمل optimum decision making زي ما الايكونومست بيقولوا في المودلز الايكونومتريك مودلز الكبيره. مش حد بيعمل قرارات كده. القرارات دي بتبقى result of millions and millions of individual decisions. قال طب ما نعمل modeling بقى، نبعد عن الايكويشنز كده البيرفكت اللي بتقول العلاقه ما بين كذا لو تحط كذا هيطلع كذا. لا، نعمل حاجه that evolves. وانا لما ببتدي السيستم مش عارف how it evolves. ف they built a virtual economic world و they start the initial conditions وبعدين it develops over time without external intervention. سيبه كده يشتغل ونتفرج عليه، شوف الباترنز اللي بتطلع. بعض الناس اللي جات لي في مكتبي بتشوف ساعات بحط الفراكتلز على السكرين بتاعتي وتشوف الفراكتلز ايفولفنج كده اوفر تايم. الفراكتلز دي طالعه from a computer model that builds بس colors الفراكتلز يعني. انما اساسا الايفولوشن بتاعتها ده شغاله من غير ما حد بيشغل برنامج. اتس ذا ماثيماتكس اوف ات اللي بروديوسز الحاجات دي. ف this economic world is driven only by agent interaction. فهو كده بعمل الانيشال كونديشنز بيزد اون وات اي نو فروم الاكسبيرمنتال تريتمنتس بتاعتي اللي قدرت اعرفه لغايه دلوقتي، ببني بيه الانيشال كونديشنز. وبعدين بدي الايكونومي تو ديفلوب اوفر تايم اللي هو الكالتشر ديش ابروتش ده بس انسايد ذا كمبيوتر، وبدور اني اظبط ماكرو ريجولاريتيز عليه عشان اقدر اعرف ازاي الايكونومي ككل والبيهيف. بطلع منه بقى ايه الاجريجيت ريزلت ايه بتاع كل الحاجات دي الترانزاكشنز دي. فده كومبليتلي ديفرنت ابروتش في الموديلنج جه في الفتره الاخيره بتاع حوالي 20 سنه دلوقتي بقى الناس بتشتغل فيه. Not the usual econometric models, linear regression, multiple regression، مش عارف ايه. لا ده 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 منطق مختلف خالص وبيستعمل دلوقتي في حاجات كتير قوي. فبنعمل لهم adaptation to environmental conditions, social communication with other agents، عندهم goal oriented learning. يعني زي ما قلت لك learning مثلا بعد صفقتين تكمل وبعد صفقتين تقلل وبتاع. الجول بتاعه يعني في جول ان انا عايز to maximize الصفقات بتاعتي اجيب maximum benefit. وبعدين عندهم بيحطوا في الايجنتس، الايجنت خسر مش عارف كام واحده يموت drops out of the system. يعني الحاجات دي كلها كان بيبيل تاني. وفي اوتونومي بمعنى ان في سيلف اكتيفيشن اند سيلف ديترمينزم بيزد اون ذا برايفت بروسيسز اوف ذيز ايجنتس. ودي الاو حتى ان الرولز ده ما هياش فيكست من الاول للاخر. ممكن نقول ان الرولز دي ممكن تتغير بعد فتره معينه اند يو كان بيلد ذات انتو ذا سيستم. وفي ديستريبيوتد كنترول فنوبودي كنترولز الاوفرول بروسيس. اوفرول بروسيس كده متساب للنت ريزلت بتاع التفاعلات اللي موجوده قدامهم. والامبليكيشن بتاعتها ان في ميجر انسرتينتي از نوت نوينج وات اذر ايجنتس دو. الجارجن بتاعها يقول لك انبريدكتبل اندوجينوس هيتروجينيتي. شفت بقى عشان كده مشكله ما بين الاناليستس والديسيجن ميكرز او الاناليست والبابليك هو اللغه اللي زي دي. اللغه اللي زي دي ما حدش طبعا لو اتنشرت في حته او حد قدمها في تقرير لصانع قرار ما حدش هيفهم منها حاجه. انما هي اساسا ان الايجنتس ان ان ايس موديل دو نوت نو وات اذر ايجنتس ويل دو. بس يعني دي معنى الجمله دي بس يعني عايزه ترجمه. مش كده يا نهى؟ دي عايزه ترجمه. قطاع المترجمين يترجم الى لغه مفهومه. ف ده الامبليكيشن بتاعتها. وعملوا الماكرو ريجولاريتيز والماركت ديزاين وايضا فور كواليتيتيف اناليسيس اوف هاو ثينجز امبروف ان ا سوسايتي اور دونت امبروف. ف از ذير ا كوزال اكسبلانيشن فور persistently اوبزيرفد regular patterns زي البومز اند باستس في الماركتس. فاحنا الكونفشنال ابروش بنعمل ثيوريتيكال موديل كاليبريتد زي ما كنا بنقول بنعمل كاليبريشن اون هيستوريكال داتا. Then we test various hypotheses, including partial models or equations, and also the result. The issue is there. بقى حاجة we construct agent-based world
investigate whether the observed macro situation can be reliably generated, يعني reliably generated from the bottom up. يعني هل ممكن فعلا واحد يطلع حاجة بتحاكي الوضع ده زي ما بنشوف الماركتس بتزيد بومز اند باست باترنز؟ كان the answer is yes we can. في دراسات بحول هذا. And so on. ماركت ديزاين تقدر تعمل حاجات كتير قوي مش مهمة كلها دلوقتي، المهم انها اساسا ان احنا we can do a lot of things from simulating entire firms to simulating individual traders. دي حاجات كتير قوي. But others are looking يقول لك لا احنا عايزين نتعلم، سيبكم من الكمبيوترز دي، عايزين نتعلم من نيتشر، ونيتشر فيها كومبلكسيتي خاصه. والديتا مايننج بقى ده بالذات لسه بنتكلم فيه امبارح مع الدكتور سامي والدكتور مجدي، والنيورال نتوركس ار نيو ابروتشز تو وركينج وذ ذات. في لينك اناليسيس وجيومتري كلاسترنج. الفكره كلها ان احنا عندنا معلومات كتيره جدا 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 موجوده في العالم الحديث، وعلى فكره ناس كتيره بدات تستعمله. As usual القطاع الخاص. As usual تقدروا تفتكروا جميعا، اظن اغلبكم ان لم يكن كلكم دخلتوا على امازون، amazon.com. amazon.com تقول لك لما تيجي تشتري كتاب او تبص على كتاب، يقول لك على فكره اللي بيبص على الكتاب ده يمكن يهمه الكتاب ده. Other people who have purchased مش عارف ايه have looked at مش عارف. You may be interested in seeing مش عارف. طب بيجيبوا الحاجات دي منين؟ لا ما بيعملش ماركتنج سيرفي، عنده الداتا بتاعته وبيعمل. لا الداتا بتاعته انت كل ما بتشتري بتزود، كل ما بتخش عليه حتى to look at something you become a data point in his database، والداتا بيس بتاعته بتزيد، وبيعمل لينك اناليسيس في الحاجات دي، وبيقدر يشوف يقول لك اللينكس بقى بروبورشنال، دي اكتر ناس اللي بصت على دي بصت على الثلاث حاجات دولت كمان. يبقى انت لما تيجي تبص على دي هيقول لك على فكره الناس اللي بصت على ده بصت على الثلاث حاجات دي. This is data mining. دلوقتي شوف بقى، وديس از ريل تايم داتا مايننج، بيعملها لك وانت بيتفاعل معاك وانت بتشتغل، مش لازم يرجع لورا ويعمل ستادي ويعمل اناليسيس لوحده ويجيب ريسيرشرز ويعمل سيرفيز ومش عارف. لا اتس بينج دان از ات هابنز، از ات هابنز. اند وي موف اون. النيورال نتوركس بقى دي لسه بنتكلم فيها دلوقتي، انما ان احنا عايزين ان الكمبيوترز تبقى بروجرامد بطريقه انها تحاكي عقل الانسان. ان عقل الانسان ما بيمشيش just by regular processing. في heuristic leaps of the imagination، في parallel processing، بيستعمل حاجات analog وحاجات digital. يعني هيصة. واللغة وعلم الدلالة من الاماكن سامح اللي فيها، يعني من الساحات اللي فيها هذا الكلام كتير جدا. Most conventional computing is based on حاجة بنسميها von Neumann machines. كان واحد اسمه جون فون نويمان، كان بريليانت ماتيماتيشن، عمل الثيوري اوف جيمز كمان مع اوسكار مورجنستين، ون اوف ذا جريت ستراتيجي، هاو تو فورمولي ستراتيجي، وعمل كمان حاجات ثانيه. انما اساسا الماشينز دي ماشيه باي زي ما احنا بنفكر ان الكمبيوترز بتعمل، مجرد باي اديشن وسبتراكشن ومش عارف ايه وحاجات زي كده. الكونفشنال ماشينز ار جود ات فاست اريثمتيك ودوينج بريسايسلي وات ذا بروجرامر بروجرامز ذيم تو دو. They are not so good at interacting with noisy data that has a lot of errors، حاجات جايه من الانفايرمنت حواليهم. They are not so good at massive parallelism، والتولرنس بتاعتهم for faults و errors are not. بس ده جزء كبير في الفازي لوجيك والحاجات دي بيشتغل في العمليه، adapting to circumstances انها تتغير. ففي محاولات ان الواحد يغير السيستم ده ويعمل مالتي بروسيسنج، وده موجود عندنا في المكتبة. فممكن نبقى نعمل جلسة خاصة على السوبر كومبيوتينج والمالتيبل نودز والشغل الجميل اللي بيتعمل ده. مخ الإنسان، عشان كده من أول الكورس بقول لكم you have to think 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 use your brain. Your brain عندنا over 100 billion neurons، وكل نيورون has to up to 10,000 connections providing inputs and signals to thousands of other neurons. They are wired in a three-dimensional pattern. كل ده firing at 200 times per second. You can imagine what the power of your brain is. We use only a fraction of a fraction of a fraction of our brains. حاجة صغيرة خالص والله يا ياسمين اللي بنستعمله من البوتنشال اللي موجود عندنا. فالنيورال نتوركس هتساعدنا where we can't formulate من الأول الالجوريثمك سولوشن.
فريل برينز however are orders of magnitude more complex than our current computer even though بنعمل 10 تيرا فلوبس ولا 12 تيرا فلوبس مش كده دكتور مايك 12 تيرا فلوبس يعني 12000 مليار حسبه في الثانيه الكمبيوتر بتاعنا هنا في المكتبه your brain is orders of magnitude maybe a million times more powerful so مش باين فعايزكم منابي لما اقول لكم think دي مرتبطه بهذا الواقع فهنا بقى الحقيقه الكومبلكسيتي اوف نيتشر ادت الى نيو ماثيماتكس واللي بنسميها الفراكتال جيومتري والحاجات دي وذات ويل بي ريلي وبدايه تعاملنا مع السوشيو ايكونوميك سيستمز السيستمز اوف كومبلكسيتي بذات سوشيو ايكونوميك سيستمز مش بس الناتشرال سيستمز ايكولوجيكال وبيولوجيكال انما الناتشرال سيستمز as complex and chaotic systems complex and chaotic بستعملها بمفهوم العلمي بتاعها these are systems that have non-linear feedback loops that are difficult to predict لأسباب معينة هنتكلم فيها and that is really the topic for the next lecture for now بقى one more time who's thinking الناس اللي كانت عايزة ويت سوت بتاعت سكوبا ما زالت عايزة سكوبا ولا بدأت تتنفس تاني شفتوا ماثيماتكس ما هياش حاجة تخوف أبدا you can follow the argument formulate calculate interpret سيبك من الكالكوليت دي بارت تقدر نسيبها ها who's swimming everybody swimming نيروز swimming طب كويس يلا وبعد كده بقى النكست ستيب ان احنا لازم النهارده على اخر النهار وي ويل بي فلاينج نوت سويمينج اوكي كوفي بريك 10 مينتس كوفي بريك انتوا بقى اللي جيتوا لي تعالى بقى انا عايز اشيل ال ايه ده عمل نيكست